السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى حلقه اليوم من محطات مغاربيه. كالعاده نكون في جوله مع اخبار والاحداث التي شهدتها المنطقه المغاربيه الايام الماضيه. اليوم سنتوقف في اربع محطات، المحطه الاولى تونس لنتساءل حول تظاهرات الاسبوع الماضي، هل كانت غضب ام مؤامره؟ ثم ننتقل الى الجزائر في متابعه للجدل الذي يدور في الشارع الجزائري وداخل النخبه السياسيه حول مشروع التعديلات على القانون الانتخابي، والى المغرب في متابعه لانتشار جائحه كورونا ومجهود السلطات التي كثفت من عمليات التلقيح ضد الجائحه. وملفنا الرئيسي ومحطتنا الرئيسية اليوم ليبيا، ليبيا مع اختتام مباحثات بوزنيقة والاتفاق على توزيع المناصب السيادية، كيف هي المسارات وكيف هي الاتفاقات؟ هذه هي مواضيعنا اليوم في محطات مغاربية، فأهلا بكم. البداية من تونس، من هناك ننطلق وفي متابعة لتطورات شهد الساحة السياسية في تونس، خاصة مع القراءات المتباينة للتظاهرات التي شهدتها عدة مدن تونسية. البعض وصفها بالاحتجاج المشروع والبعض وصفها بأنها عمل منفلت ومنحرف. نتابع هذا التقرير الذي يسلط الضوء على هذه التظاهرات ثم نعود لمناقشة الموضوع. عاشت تونس ولأكثر من أسبوع صدامات بين عناصر الشرطة وشبان تراوحت أعمارهم بين 14 و23، حيث شهدت عدة مدن تونسية منها العاصمة تونس والقصرين وبنزرت وباجة والقيروان وسوسة اضطرابات ليلية واعتداءات على الأملاك الخاصة والعامة ومواجهات بين المتظاهرين والأمن، مما أدى إلى اعتقال أكثر من 600 شخص، عدد كبير منهم من الأطفال القصار. مثل هذه التحركات التي أتت متزامنة مع الذكرى العاشرة لثورة الحرية والكرامة تثير تساؤلات عن الهوية الثقافية والانتماء الاجتماعي لهؤلاء الشبان، خاصة مع ما رافق تفسيرها وقراءتها من تباين واضح داخل الطبقة الحاكمة والنخبة السياسية، فهي أتت على وقع خلافات سياسية عميقة وحادة ووضع اقتصادي متأزم وتصاعد حالة الاحتقان في المجتمع مع ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 18% بعد أن فشلت 9 حكومات متعاقبة على خلق نموذج اقتصادي يفك الخناق عن البلاد ويحقق النمو الذي تحول إلى انكماش تجاوزت نسبته 7% حتى أواخر 2020. ما حدث في عدة مدن تونسية من اضطرابات ليلية ومواجهات مع الأمن والتي رافقتها عمليات نهب وتخريب وفي وقت متزامن تقريبا لم تتبنى تنظيمها أي قوة اجتماعية أو حزبية، كما لم يقدم أي طرف داخل السلطة أو خارجها مقاربة شاملة وكاملة للمشهد، وتقتصر متابعة الحدث على بلاغات وزارة الداخلية ذات الطابع الأمني وتصريحات المسؤولين الحكوميين التي لم تقدم إجابات واضحة، خاصة مع تواتر الحديث عن جهات تقف وراء استهداف الدولة كما جاء على لسان الرئيس قيس سعيد ولكن دون أن يسميها، في حين اكتفت الأحزاب والمنظمات المجتمعية بالبيانات المنددة بالعنف والتخريب مبدية تفهمها لحالة الغضب والغليان داخل الشارع التونسي. من الواضح أن تونس تعيش على وقع مواجهة بين السلطة بمختلف مكوناتها والشارع، مواجهة مفتوحة في عناوينها وأدواتها ولكن تحمل الكثير من المسكوت عنه في خلفياتها وتداعياتها. معنا من تونس الناشط السياسي أيوب أعمار، أهلا بك سيد أيوب. أهلا سيد أيوب، أهلا بك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إذن تباينت المواقف الطبقة السياسية إن كانت في الحكم أو خارج الحكم من هذه التظاهرات والاحتجاجات الليلية، في تقديرك هذا التباين يعود إلى غياب قراءة واضحة أم هو أيضا مسكون من خوف أن هذه الاحتجاجات تكون إنذار لهذه الطبقة السياسية بأن زمن الرحيل قد حان؟ في البداية شكرا على هذه الاستضافة والمساحة الإعلامية للحديث وفك الحصار الإعلامي الذي مورس على هذه الحركات الاجتماعية على الأقل طيلة 48 ساعة الأولى منذ اندلاعها، لأنه بالعودة إلى أطوار الحديث عن الحركات الاحتجاجية الأخيرة هي تقريبا النقطة التي أضافت الكأس، هي حدثت الراعي في ولاية سليانة من
من شمال البلاد عندما صارت الحادثه والاعتداء الاطار الامني على ذلك الراعي، ثم انطلقت بعض التحركات الاحتجاجيه في بعض الجهات من المناطق وخاصة ما يسمى بأحزمة الفقر من أحياء شعبية اللي فيها نسبة الفقر ونسبة البطالة ونسبة انقطاع الدراسة كبيرة وكبيرة جدا. بالنسبة للحركات الاجتماعية وأنا كمتابع للشأن العام وكنت شاركت على الأقل في ثلاثة أربع مسيرات في الفترة الفارطة وخاصة مسيرة يوم السبت الفارط بتاريخ 23 جانفي، دعوات يعني قبل الحديث عن هذه التحركات لابد الحديث عن اسباب، لانه ما حدث في الاسبوع الفارط هو نتيجه حتميه لخيارات اقتصاديه واجتماعيه وتنمويه طيله 10 سنوات منذ هذه الثوره. تقريبا الطبقه السياسيه بامتها من احزاب معارضه واحزاب حكم وترويكا حاكمه وائتلاف حاكم وائتلاف برلماني، يعني هي سواد وبقيه الشعب سواد. اليوم في تونس تقريبا الكل يتحدث عن نفس الاسباب ونفس التشخيص الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه لكن دون حلول، دون بديل واضح. بالنسبه للازمه في تونس الجميع يعرف، يعني لا يختلف عاقلان في ان الازمه ازمه سياسيه وازمه نظام حكم وازمه فريق حاكم وازمه ارتباطات مصالح، والكل في تونس اصبح واعي وكانه اليوم اصبحت وكانه اصبح مجلس نواب الشعب هو دائره لبعض العائلات المتنفذة المتهربة جدائيا وبعض المفيوزات المالية والمصرفية والبنكية وكبرى الشركات. طيب سيد أيوب، سيد أيوب بعد إذنك، لماذا هناك بعض الأطراف في تونس تحدثت عن مؤامرة؟ لماذا رئيس الدولة يتحدث عن استهداف الدولة؟ لماذا هناك يعني هشام المشيشي كانت له كلمة متلفزة يعني مضمونها لم يرتقي حتى إلى الحد الأدنى من التطلعات والانتظارات؟ في تقديرك هذا الإرباك أو هذه أيضا تفسير المؤامرة يعود لماذا؟ تفسير المؤامرة يعود إلى بعدهم عن الواقع التونسي، تحليل الواقع التونسي برئاسة ثلاثة، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب وأيضا رئاسة الحكومة المتمثلة في السيد رئيس الحكومة هشام المشيشي. الكل يعرف جيدا أن نحن في تونس لدينا إشكال كبير بين السلطة الرأسية السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الأقليمية في البلاد، الكل يعرف في تونس وأنه ثم مشكل كبير اليوم بين قصر قرطاج وبين القصبة، الكل يعرف أنه ثم إشكال كبير بين، لكن هذا الكل في إطار تبرئة نفسه والكل في إطار تحميل المسؤولية، الكل كل واحد باقي يحب يتهرب المسؤولية، المسؤولية يحب تحبها تكون جماعية. نحن متأكدون أنه الكل مسؤول عن الوضع خاصة 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 الفريق الحكومي رأسا هشام المشيشي وبدرجة أقل أيضا رئيس الجمهورية بصمتها تلك الفارطة وبدرجة أيضا لا تقل خطورة هي السلة التشريعية الأساسية مجلس النواب. الأسباب في تونس قبل الحديث عن المؤامرة، دعنا نتحدث عن 100,000 تلميذ ينقطعون عن الدراسة منذ 10 سنوات. اليوم أخي العزيز عندنا ما في حدود المليون طفل سنه طول 18 سنة انقطع عن الدراسة في التعليم الأساسي والابتدائي والتعليم الثانوي. اليوم في تونس خلال 10 سنوات وعندنا زوج أكبر فرق في تونس كما النادي الإفريقي والترجي 22 بين ظفرين دربي ما حضروش جمهور. اليوم الإطارات المغلقة للشباب دور الشباب مهمشة. اليوم الأسباب الحقيقية أنه هذوما ناس تعتبرهم أنهم هم رقم انتخابي فقط والكل ينظر لهم بنظرة دونية خاصة في الأحياء الشعبية اللي تتميز بكثافة سكانية عائلة على غرار حي التضامن والكبدارية ودوار يشرف ما يسمى بالشريط الغربي لتونس الكبرى وايضا بعض المناطق الداخليه وبعض الولايات الداخليه على غرار قفده بوزيد القصرين. طيب سيد ايوب، تداعيات هذه التحركات الاحتجاجيه يعني اولا هي ارتبطت باعمال عنف وتخريب كانت مدانه من الجميع ولكن ايضا كانت لها تفسيرات، ولكن مع ذلك ستكون لها تداعيات كانت في طابعها الاحتجاجي السلمي الاجتماعي السياسي او ايضا في طابعها العنيف، تداعياتها على النخبة السياسية هل قرأتها بشكل جيد؟ ثم تداعياتها على مسار الأحداث في قادم الأيام. ما زالت النخبة السياسية بعيدة كل البعد عن متطلبات الواقع وعن إجابات حقيقية لتحركات الشباب. الشباب اللي يتحرك اليوم وعند العمر بتاعه لا يتجاوز 25 سنة 29 سنة، يعني عندما قام الثورة تقريبا السن لا يتجاوز سن 18 8 سنوات و9 سنوات و10 سنوات و12 عام. هذوما الجيل ما يسمى بالجيل الجديد بعد الثوره
هذا الجيل اللي عايش الثورة والحرية وكيف انتخابات تشريعية وانتخابات سياسية مرتين. هذا الجيل احضر عن الاحتجاجات وعليه من هو التعامل مع هذا الشيء. انا نعطيك التعاطي الامني هو المؤشر الخطير حتى في 48 ساعه الاولى من الاحداث. التعاطي الامني والتعاطي الاعلامي كان خطير جدا. وانا نذكر في خمسه بلاتوات تلفزيه في تلفزيات تونسيه، يعني اذا كانت خاصه عموميه الحضور كان امني بالاساس. تحدثنا على رقابه امنيه، اطارات امنيه من الصف الاول، عميد متقاعد ولا جابوا سوسيولوج ولا مختص في علم النفس ولا مختص في علم الشباب. يعني في تحضيرك السلطه التجأت للمقاربه الامنيه، معناها عدنا الى ما قبل 13 جان في 2011. انا ونعطيك معطى اعلامي انه عدد الموقوفين في الاسبوع فرق في حدود 1300 ايقاف. المعدل الاعمار بين 16 عام و 25 سنه. المقاربه الامنيه ستزيد الطين بله، ستزيد الوضعيه تازم اكثر من اللي متازمه. اكثر من هكا يوم الغد ثم تحرك ادعوا له ودعت له تنسيقيه الموقوفين بحي التضامن، وانت تعرف جيدا هذا الحي والكثافه السكانيه. غدا ستكون مسيره ان شاء الله ستنطلق على الساعه 11 بتوقيت تونس في اتجاه مجلس النواب في حدود الساعه نص النهار، وستكون الوقفه تحت شعار اطلاق سراح جميع موقوفي هذا الحراك الاجتماعي واطلاق سراح جميع المعتقلين. يعني في تعدي صارخ على الحقوق وعلى الاجراءات. ثم قصر صدرت يعني اطفال قصر سنهم دون 16 عام، تم اصدار احكام. يعني هؤلاء الذين هم اعمارهم في 18 و20 سنه، يعني كانوا عمرهم 10 سنوات و8 سنوات اثناء الثوره كما ذكرتم، جيل ما بعد ثوره حريه والكرم. على كل نحن في متابعه لهذه التطورات الخطيره والحساسه تشهدها تونس. اشكرك السيد ايوب اعمار الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تونس، شكرا لك. جدل واسع في الشارع الجزائري ولدى النخبة السياسية الحاكمة والمعارضة حول مشروع التعديلات على القانون الانتخابي. نستعرض مع بعض أبرز نقاط مشروع التعديلات على القانون الانتخابي والذي سيكون في حيز التفعيل بعد المصادقة عليه. أولا، مراعاة مبدأ المناصفة ما بين الرجال والنساء، كما ينبغي أن يكون ثلث أعضاء القائمة من المرشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة. أي هنا تحديث عن حضور قوي للنساء وعن تشبيب الهيئات المنتخبة إن كانت في المجالس البلدية أو الولائية أو التشريعية. منع المرشحين أو المشاركين في الحملة من استخدام خطاب الكراهية وكل أشكال التميز، ويندرج بذلك استغلال المساجد أو دور العبادة في عمومها وكذلك المؤسسات العمومية والفضاءات الاجتماعية. يمنع خلال الحملة استعمال اللغات الأجنبية فضلا عن ضمان حق وصول المرشح لوسائل الإعلام المعتمدة. كان هناك إشكال كبير جدا حول تحديد الوسائل الإعلام المعتمدة وكذلك حول استعمال اللغات خاصة بالنسبة للناخب الجزائري خارج الجزائر. كذلك من النقاط المهمة في تعديل أو المقترح هذا المشروع، يمنع استخدام الوسائل التابعة للشخص الطبيعي أو المعنوي العمومي لأغراض الحملة الانتخابية. هنا إشارة واضحة لاستعمال أدوات الدولة وإمكاناتها من أجل الحملة الانتخابية. كذلك هذا القانون أتى بتعديلات تخص التمويل. تمويل الحملة يكون من مساهمات أعضاء الحزب بالإضافة للمساهمات الشخصية للمترشح، وهكذا تكون يعني هذا القانون يغلق باب التمويلات المشموهة. يسمح بالحصول على الهبات المالية والعينية للمواطنين بصفتهم أشخاص طبيعيين فضلا عن المساعدات التي تمنحها الدولة للمترشحين الشباب. ووضح هناك تركيز كبير جدا على فئة وشريحة الشباب حتى تكون ممثلة في داخل المجالس المنتخبة. تنشأ لدى السلطة المستقلة للانتخابات لجنة لمراقبة تمويل الحسابات البنكية للحملات الانتخابية، واعتبرت هذه النقطة مسألة مهمة جدا في تحديد سبل التمويل وسبل أيضا صرف المبالغ التي اعتمدت في الحملة. كذلك هناك فصل واسع حول العقوبات، نستعرض منه ثلاث فقط. يعاقب كل فعل من شأن المساس أو عرقلة العملية الانتخابية، كذلك استعمال أملاك أو وسائل الإدارة العمومية لفائدة حزب أو مترشح من قائمة المترشحين. كذلك
في مجال العقوبات، يعاقب بالحبس ما بين 5 إلى 10 سنوات حبسا كل من قام بتخريب صندوق الانتخابات. يعني العقوبة قاسية يعني، ولكن لها مبررات حسب بعض القانونين. إذا كانت المخالفة قد ارتكبت في إطار المجموعة فإن العقوبة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة حبسا نافذة. الحديث في هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ نصر الدين قاسم، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ نصر الدين أهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي العزيز. جدل واسع، تحفظ رفض وترحيب، يعني أيضا مواقف متباينة من مشروع القانون تعديل على القانون الانتخابي. في تقديرك أولا، هل السلطة عندما عدت هذا القانون وسعت دائرة الاستشارة ومشاركة كل الفاعلين في صياغة هذا التعديل؟ أبدا، يعني مع الأسف الشديد أن السلطة لم تقدم أي جديد، لا في الشكل ولا في المضمون ولا في الحيثيات. ذلك لأن هذه الأشياء التي ذكرتها عن القانون والأشياء التي تحاول السلطة أن توهم الرأي العام بأنها أدخلت الجديد الذي يضمن نزاهة الانتخابات، هي بالحقيقة موجودة في مختلف القوانين، مدرمة في مختلف القوانين الموضعة في الجزائر. ذلك لأن المشكل في الجزائر لم يكن في أي وقت من الأوقات مشكل القوانين، فلطالما أثنى المختصون والفقهاء على قوانين الجزائرية. المشكل هو في التطبيق. السلطة هي المشكل الآن حاليا وقبل هذا وفيما بعد هو التزوير الحاصل. يعني حتى أني أكاد أجزم أن هذه التعديلات أو الإهام بالتعديلات هي مرحلة من مراحل التزوير، على اعتبار أن التزوير سيرورة تستمر في الزمان والمكان. فالسلطة غير صادقة وغير جدية في ضمان نزاهة الانتخابات أي كانت. فمثلا القضايا التي تتحدث عنها المناصفة بين الرجال والنساء والشباب والمجتمع المدني والقائمة المفتوحة، تلك أشياء تتدخل في إرادة الأحزاب التي هي بالحقيقة مطهرة أصلا، يعني منتقاة. يعني الساحة السياسية الآن مرتبة كما تريدها السلطة. يعني السلطة أجرت عملية تطهير شامل للساحة السياسية والإعلامية، الآن تحاول أن توهم الناس مرة أخرى لتجديد النظام والتمديد في عمره أنها تغير القوانين. القوانين موجودة ولم تكن محترمة أبدا. الدستور الذي اعتمد مؤخرا يضمن الحريات ويضمن قداسة الرأي الحر والنقاش، ومع ذلك مازال معظم القضايا 99% من القضايا المطروحة الآن أمام المحاكم هي قضايا رأي، وكل المعتقلين هم معتقلي رأي. تلقى الشباب لا يتجاوز 20 في السجن بسبب رسم أو ميمز أو تدوينة أو تعبير حر أو محاولة للتظاهر السلمي. فكل هذه المعتقدات. طيب سيد نصر الدين، الاعتقاد بأن السلطة لا تريد أن تغير من منهجية طيب التزوير. سيد نصر الدين بعد إذنك، ألا تكون هذه بادرة من السلطة وعلى المعارضة والفعل السياسي أن يتلقفها ويتعاطى معها ويلزمها، من حيث أن هناك الآن مرجعية لذلك، هناك قانون انتخابي. يعني هي تقول أنه فيه تعديلات، تقول أنه إيهام بتعديلات، ولكن هذا أمر موجود، لماذا لا يمكن الاستناد إليه؟ ليست مبادرة الأخ العزيز، لأن السلطة هذه هي نفسها التي أقرت القانون القديم وغيرت الجديد، والمؤسسات الدستورية والبرلمانية هي نفسها التي هللت وزكت وصوتت على القوانين السابقة، والآن تشيطنها وتحاول أن توهم الناس أنها قوانين جديدة. يعني لو تدخل هي مقارنة بسيطة بين القوانين، مختلف القوانين كالانتخابات أو الدساتير التي اعتمدت في الجزائر على اعتبار أن لكل رئيس دستوره ولكل سلطة قوانينها، تجد أن الأشياء لا تختلف المسميات فقط، على اعتبار أن هؤلاء الذين يصنعون القوانين هم كانوا بالأمس من الأتباع والمذعنين للسلطة السابقة. اليوم أتيح لهم أن يكونوا في السلطة فيعيدون اشترار نفس التجربة لتمديد في عمر النظام لا غير. يعني هي الحكاية معروفة، يعني لا تخفى عن متتبع. طيب نعود إلى مسألة مهمة جدا، هي مسألة القوائم والمناصفة في القوائم، والثلث أن يكون عمره أقل من 35 سنة. في تقديرك، هل هذه محاولة لتلبية إحدى طلبات حراك الشارع الجزائري في 2019، خاصة مع وجود هذه الشحنة الكبيرة لدى الشباب والرغبة في الفعل السياسي؟
لا ابدا، الحراك لم يطالب بالتشبيب، الحراك طلب بتغيير النظام، بتغيير الممارسات التسلطيه، بتغيير الاستبداد. فما دخل السلطه في الحزب الذي يريد ان يرشح يعني شباب او شيوخ او كهول، او لا يرشح النساء او يرشح كلهم نساء؟ هذه محاوله تدخل، هذه يعني تدخل في عمليه التزوير، لانه الان السلطه تحاول ان تعطي دور اكبر لما يسمى مجتمع منظمات المجتمع المدني والحركه الجمعويه، وحاولت ان تعطيها مفهوم جديد لا يوجد الا في الجزائر، يعني حاولت تعطيها يعني هي منظمه جمعويه ولكن تقوم بدور لجان المسانده للسلطه لا غير. اشكرك استاذ نصر الدين قاسم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر، شكرا لك. إلى المغرب، حيث العديد من المتابعين لانتشار جائحة كورونا خاصة من الإخصائيين يحذرون من تفاقم الحالات ومن خطورة الوضع، خاصة مع تشكيكهم الدائم في الأرقام المسجلة رسميا. كذلك السلطات تكثف حملات التلقيح تحسبا لأي طارئ قد يحصل، وخاصة بأن الوضع الآن حسب التقارير الرسمية أيضا هو وضع حرج ويتطلب جهد الجميع، كما جاء على لسان المسؤولين الحكوميين من رئيس الحكومة إلى وزير الصحة لمتابعة الوضع في المغرب والحالة الوبائية لفيروس كورونا. معنا عبر سكايب دكتور عز الدين إبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا بجامعة محمد الخامس. دكتور أهلا بك. أهلا بنا عندكم وشكرا على الاستضافة مرة أخرى. دكتور، أمس سجلت 520 حالة مريض، يعني وكذلك 22 وفاة، ولكن في التقارير الرسمية يتحد الحديث عن حالات نشطة في حدود 15700 حالة. دائما المتابع ومن الأخصائيين يقول بأن هذه الأرقام غير دقيقة، لأن عملية التحاليل هي غير موجهة نحو عموم المغاربة، بل هي تحاليل أحيانا عشوائية وأحيانا مركزة، وبالتالي لا يمكن إيجاد أرقام حقيقية ودقيقة عن توصيف الوضع الوبائي في المغرب. تعليقك دكتور. وأولا أظن بأن الأرقام العالمية هو للاستئناس فقط، لأن الأرقام العالمية لا تأخذ بأي بلد كان، لا تأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الذين لا يطورون أي أعراض، لسبب بسيط لأن أكثر من 80% من الأشخاص لا يطورون أعراض. إذا المؤشر الحقيقي الذي دائما يجب النظر إليه وهو عدد الأشخاص في الإنعاش وكذلك عدد الوفيات، وهذه الأرقام هذه شبه مستقرة في المغرب لمدة معينة. وكذلك هناك بحث جديد الذي كان كما قلتم هو في جملتكم كان هناك مغالطتين مع بعضهما. إذا كان هناك انتقاء عشوائي فهذا ما هو علمي، لأنك تذهب إلى عشوائية المقاربة للتمكن من معرفة أين هم الأشخاص الذين لا يطورون الأعراض ولكن هم مصابون. إذا واحد البحث جديد كان على أكثر من 30,000 تلميذ بالمدارس المغربية بيّن بأنه الآن في المغرب ومن طريقة علمية تفشي الفيروس وسرعة انتشاره قلت بكثير مقارنة مع الأشهر السابقة. إذا بالنسبة للأرقام المغربية الذي يمكن أن يؤخذ عنها ربما أنه عدد تحاليل المخبرية وهذا شيء مهم جدا، ولكن هذا مشكل ليس للمغرب فقط ولكن مقاربة علمية تجد حدودها في كون الأشخاص الذين يطورون الأعراض الخفيفة أو التي لا تظهر لا يمكن إحصاؤهم بهذه الطريقة. على كل دكتور، نحن لا نريد أن نغالط، فقط نقل رأي الشارع المغربي والمتابعين الذين يريدون أن يطمئنون لمثل هذه الأجوبة العلمية. نعود الآن إلى اللقاح وعملية التلقيح، وكثر الحديث عن اللقاح في المغرب الآن. هل الكميات بدأت تتوفر بشكل أنه يلبي كل الاحتياجات؟ ثم كيف تكون العملية؟ هل هي سلسة؟ هل هناك آلية اعتمدت؟ الوضع بصفة عامة دكتور. وهو أولا قبل أن نتحدث عن عدد الجرعات يجب أن نثمن ما قام به المغرب، هذا شيء مهم جدا، لأن المغرب في مقاربة استباقية
تأمن الكثير من الجرعات، ملايين الجرعات، من خلال شرائها وتأمينها من شركات معينة بتقنيتين معينتين، شركة سينوفارم الصينية وشركة أسترازينيكا البريطانية السويدية، وهذا ما قام به في فصل الصيف. إذا الآن الحمد لله كان واحد التأخر الذي أصاب العالم كله، هو تأخر لوصول اللقاحات إلى البلدان، وهذا لسبب بسيط، هو أنه التصنيع العالمي لا يمكن أن يوفر الحاجيات العامة لكل الدول العالم. ولكن المغرب الحمد لله تمكن من بلدان لما قلناش أول بلد في إفريقيا من خلال صفقة تجارية مع أسترازينيكا بالتوصل بجوج المليون ديال الجرعات، وكذلك جرعة ستأتي دفعة ثانية من سينوفارم غدا إن شاء الله. أما بالنسبة للمقاربة ديال التلقيح الجماعي، فالمغرب الحمد لله منذ التاسع من نوفمبر وفي اجتماع رسمي ملكي تمت هناك واحد الخطة مندمجة للتلقيح، والآن تم اليوم التوزيع اللقاحات على جميع مناطق المغرب بنقلها بريا وجويا إلى جميع مناطق التلقيح، والكل في المغرب ينتظر قبل نهاية الأسبوع هناك أن تكون هناك بداية عمل التلقيح. بطبيعة الحال الكمية الموجودة الآن يجب أن تكون هناك أولويات، وكما تنص منظمة الصحة العالمية في توصياتها، فالمغرب سيبدأ بالأشخاص في الصفوف الأمامية من أطباء ممرضين وصيادلة، وكذلك المقيمين الذين سيعملون على اللوجستيك، وكذلك سيكون هناك المدرسين والأطقم التربوية، وكذلك سنبدأ بالأشخاص أكثر من 75 سنة، على أمل كلما حصل أن هناك الجرعات تأتي إلى المغرب سيتم تخفيض هذا السن وتمكين الأغلبية ديال المغاربة من التلقيح إن شاء الله. دكتور، هو يعني أحقاق الحق، المغرب في بداية الجائحة كان قصة نجاح يعني في تصدي لها خاصة في البدايات، ولكن أيضا الآن يطرح سؤال آخر، هل البنية مهيئة لمثل هذه العملية المكثفة المركزة؟ دول كبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وجدت مشاكل لوجستية كبيرة، هل في المغرب هناك احتياط من مثل هذه المشاكل؟ ثم سؤال آخر أيضا يطرح نفسه، متى نجد هذا اللقاح يصنع مغربيا؟ وأولا بالنسبة للإجابة، يعني اختلط على الكثير من الخبراء المقارنة بين الدول المتقدمة والدول النامية. الدول النامية، وأنا أتكلم هنا عن إفريقيا ككل، لها سياسات تلقيحية كبيرة جدا، أحسن بكثير من الدول المتقدمة. أنا أعطيك مثال، وهذا ربما سيكون مخجلا لأمريكا. أمريكا المقاربة التلقيحية مقاربة خاصة، كل شخص يقوم بذلك بمقامه وبكينونته ولأطفاله، بينما في هذه الدول النامية هي دائما مقاربة تلقيحية جماعية. وأعطي على المثال على ذلك، ففي المغرب وأظن في تونس وفي دول إفريقية أخرى والجزائر يتم التلقيح ضد السل البي سي جي في الأسبوع الأول من العمر، بينما في أوروبا وأمريكا لا يفرض عليك ذلك. إذا المغرب مثلا أنه عنده سياسة ديال التلقيح الجماعي معمول بها دائما، هذه السياسة هذه أثبتت فعاليتها، حيث أن المغرب في 10 سنوات خلت لقح لأكثر من 11 مليون شخص في شهر. إذا لا أظن أن هذا هو المشكل، ولا سيما أن اللوجستيك واللقاحات التي اشتريت في المغرب لوجستيكا سهلة الاستعمال والتوزيع والتخزين، لأنها لا تتطلب تبريدا إلا ما بين 0 إلى 8 درجات. أما بالنسبة لتصنيع اللقاح وتطويره، أظن أنه هذا سؤال مهم وأشكرك كثيرا عليه، لأن المغرب يتواجد مع الدول النامية، والآن كثير من الدول وكثير من الشركات هناك مضاربات تجارية، وهذا شيء يجب أن نقوله، ولا يمكن لبلد كالمغرب وكجميع الدول النامية أن تبقى تحت رحمة هؤلاء الشركات. ويجب على هذه الدول، والمغرب إن شاء الله سينخرط في ذلك، ولما لا في تحالف جهوي أو إفريقي قاري، أن تكون هناك محطات ومنصات للتصنيع تمكن من مواجهة هذه الأوبئة والجائحات. أنا حزين جدا لسبب بسيط، عندما رأيت رئيس مدير منظمة الصحة العالمية وهو نوعا ما يبكي على منصة ويقول بأن العالم فقد كثيرا من أخلاقياته، أظن أنه كان علينا أن ننتفض أكثر من ذلك، فالعالم فقد إنسانيته، والفيروس كان أرحم بكثير، لأن عندما تسمع بأن 50 مليون شخص ملقح في العالم و25 شخص في إفريقيا، فهذا شيء يجذبنا إلى أخذ الوقت والتمحص فيه،
والتخطيط لما بعد الكوفيد، وأن على مهم جدا هذه أن النقطة تكون لها دكتور. منصات كافية للإجابة على ذلك. مهمة جدا هذه النقطة دكتور، نبحث عن الإنسان في هذا العالم الشرس. على كل أشكرك دكتور عز الدين إبرامي، على الأقل طمنت المستمع المغربي وكل العرب حول الوضع في المغرب ولا نعيش في هذه المغالطات. شكرا لك دكتور، ونذهب إلى فاصل قصير. تعددت الاجتماعات والمبادرات والمسارات في المغرب. الاجتماع الأخير كان في بوزنيقة بين ممثلين عن مجلس رئاسي الدولة وكذلك عن مجلس نواب طبرق. مفاوضات انتهت بتحديد معايير وفرق عمل من أجل توزيع المناصب السيادية. سبق ذلك لقاءات في القاهرة وتصويت على مقررات اللجنة الاستشارية. هذا موضوعنا الرئيسي اليوم في محطات مغربية، ولكن بعد هذا فاصل قصير فابقوا معنا. أهلاً كرام إلى الجزء الثاني من حلقة اليوم من محطات مغربية في متابعة لهذه الحركة النشيطة للدفع بالحل السياسي في ليبيا. بعد التصويت على مقررات اللجنة الاستشارية للحوار السياسي الليبي يأتي ذلك متزامنا مع اجتماعات اللجنة الدستورية في الغردقة، في المدينة الغردقة المصرية، والتي تقرر الذهاب إلى استفتاء وأيضا دعم خيار الانتخابات. ثم يأتي اجتماعات بوزنيقة بين وفدي المجلس الرئاسي وكذلك المجلس نواب طبرق، وتحديد لجان عمل من أجل تحديد أو توزيع عفوا المناصب السيادية. عدة مسارات، عدة اتفاقات، وفي انتظار التنزيل العملي هل يجد عوائق أم سيكون سلس. نتابع بعض هذا التقرير يسلط الضوء على هذه الحركة النشطة في هذا الأسبوع الأخير، ثم نعود لمناقشة هذه التطورات والتداعيات. أنهى السبت الماضي المشاركون في جولة المحادثات الجديدة بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب طبرق، والتي احتضنتها ضاحية بوزنيقة بالقرب من العاصمة المغربية الرباط، واستمرت ليومين اجتماعاتهم بالتأكيد في البيان الختامي على تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا بمراعاة التوازن الجغرافي في التعيينات إلى جانب الكفاءة. كما أكدوا اتفاقهم على دعم الجهود في ملتقى الحوار السياسي لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا. وقد سبق الجولة الجديدة من محادثات بوزنيقة بيومين اجتماع اللجنة الدستورية بمدينة الغردقة المصرية، حيث تم الاتفاق على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 من ديسمبر عام 2021. وفي نفس السياق أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الثلاثاء الماضي اتفاق الأطراف الليبية على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستحضر للانتخابات العامة المقررة نهاية العام الجاري، حيث أجرت البعثة عملية تصويت استغرقت يوما واحدا، وشاركت 72 عضوا من ملتقى الحوار السياسي في عملية التصويت، وصوت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، ما يمثل نحو 73% من الأصوات، في حين صوت 19 عضوا ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت ولم يشارك اثنان آخران في العملية. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز: أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها. هذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطيا بعد الانتخابات في 24 من كانون الأول ديسمبر عام 2021. تتعدد المسارات كما تتعدد الاتفاقات، سعيا من أطراف مختلفة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية ويعجل الخروج منها، ولكن تبقى أسئلة ملغومة ترافق هذه المسارات، خاصة فيما يتعلق بالاختراقات التي يحدثها المتدخل الأجنبي وقدرته على قلب الموازين وتغيير المشهد، أسئلة برسم 10 سنوات من ثورة 17 من فبراير. نرحب بضيفنا في الاستوديو استاذ مصطفى الكبير الاعلامي الليبي. استاذ مصطفى اهلا بك.
أولا دعنا نفهم المشهد الليبي وهو يتحرك من أجل البحث عن مخرج سياسي لأزمة أبعاد مختلفة، أبعاد سياسية، اجتماعية، أمنية، اقتصادية. الآن ما صار في بوزنيقة اجتماعات، كذلك اجتماعات ومسار الملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، ومؤخرا اللجنة الدستورية تجتمع في القاهرة وتنشئ مسار جديد ما يسمى بالمسار الدستوري. في تقديرك تعدد المسارات يهدف لماذا؟ الحقيقة نحن في دائرة مفرغة تدور بالليبيين فقط، لا شيء أكثر من ذلك. الليبيون صبروا كثيرا حقيقة بشقيهم عموما، يعني سواء في المنطقة الغربية أو المنطقة الشرقية، على هؤلاء الشخوص الذين يمثلون النخبة في ظن الكثيرين. هذه النخبة حتى الآن لم تستطع أن توحد مسارا واحدا وأن تسير به إلى طريق الأمان. ذكرت ثلاث مسارات حضرتك، وحاولت أنت في المقدمة أن تبسط هذه المسارات الثلاث، لكن بكل أمانة من الصعب أن تبسطها. هناك تداخل كبير بين هذه المسارات، لأن الشخوص ذاتها هي التي تحرك هذه اللعبة، وبالتالي أي مسار لن يتقدم، لن تسير به خطوات، لأن ما يوجد في الإشكاليات المسار الدستوري هي ذاتها إشكاليات المسار السياسي، هي ذاتها إشكاليات مسار الحوار الآخر. يعني العقبات هي ذاتها، ذات الشخوص، ذات الإشكاليات، مسألة من المنتصر في هذه في المعركة، من الذي سيحدد، ما الذي يمنع من توحيد مسار واحد يجمع كل الليبيين ويناقش كل الملفات؟ لماذا هذه المسارات تشعر وكأنها مسارات موازية، وكان كل طرف، مع أنهم كل الأطراف موجودة في كل المسارات، تريد أن تحدث اختراق ما في مكان ما؟ هذا يسأل عنه، تسأل عنه البعثة الأممية التي خلقت هذه المسارات، ما الفكرة؟ وهي على فكرة هي راعية لكل هذه المسارات. ما الفكرة أصلا من خلق هذه المسارات؟ المسألة كانت ببساطة جدا، أنك تأتي بالشخوص المسؤولين حقيقة عن هذا، عندك مجلس نواب، وعندك مجلس أعلى للدولة، وعندك مجلس رئاسي، وعندك قيام ما يسمى بقيادة عامة هناك. إذن هذه هي لب المشكلة هنا. مسألة التفتيت التي تحاول عملها البعثة الأممية هي مسألة عند الكثير من الليبيين لعب وقت ضائع في مستقبل هذا البلد فقط، وإلا يعني كان بالإمكان أن تجمع هذه الشخوص، أو تجمع هذه كما جمعتهم في برلين مثلا، أو كما جمعتهم في باريس، أو حتى كما جمعتهم الإمارات في أبو ظبي. يعني الإشكال هنا موجود، لكن مسألة التفتيت، وليمس تحاول أن تجعل من الديناصورات تأكل بعضها البعض، استعملت هذا المصطلح بشكل جيد حقيقة، ونحن نتفق معها لأن هؤلاء بالفعل يعني أصلا تغولوا في الواقع الليبي، وبالتالي تحاول أن تجعل من هؤلاء الديناصورات يأكلوا بعض البعض في كثير، وتشتت جهودهم. لكن الأمانة دعني أقول أن العقل الليبي الموجود في هذه المسارات هو أكبر من حذاقة من العقل الموجود في البحث الأممية، ولذلك كما ذكرت لك منذ قليل نفس الإشكاليات تجدها في المسار الدستوري، نفس الإشكاليات تجدها في المسار السياسي بوزنيقة أو في تونس. لماذا؟ لأن الإشكاليات الأصلية لم تحل أبداً. لعلنا نتعمق في الحوار. هو يعني هناك يعني نقاط فعلا تطرح إشكالات، وأحيانا تظهر محالة من التعقيد الصعب جدا حلها. المسار الدستوري يتحدث عن استفتاء قبل الانتخابات، ويتحدث أن الاجتماع المقبل سيكون بعد شهر أو بعد أسبوعين في فبراير، سيكون بحضور اللجنة العليا للمفوضية العليا للانتخابات. كذلك بوزنيقة يحدد المناصب السيادية، منها أعضاء اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العليا للانتخابات. يعني مع من ستتحدث اللجنة الاستشارية؟ مع اللجنة العليا للانتخابات المفوضية السابقة أم التي سيعينها؟ هو لو نأخذها بوزنيقة أيضا في تونس انتخاب سلطة تنفيذية ستتعاطى تهيئ الأجواء للانتخابات، وستتعامل مع المفوضية العليا للانتخابات التي هي غير موجودة. يعني هنا متاهة فعلا، هي متاهة كبيرة. أنت لو تحاول أن تأخذها مسار قد تبسطها للمشاهد، ومشاكل كل مسار قد يعني تظهر للعيان. يعني المشروع، الهيئة التي تناقش الآن الإشكالية الدستورية في ليبيا، الكل يتحدث، اللجنة الدستورية تتحدث عن إيجاد قاعدة دستورية تخرج بالبلاد إلى انتخابات أو ماذا يعني بالضبط. طيب يعني أنت القاعدة الدستورية اللي تبحث عنها هي موجودة أصلا، يعني كما مجلس النواب يحتج بأنه منتخب وشرعي، كما مجلس الدولة ينتخب يحتج بأنه شرعي، ولذلك هم موجودون في هذه المسارات. الهيئة اللجنة الصياغة الدستور هي آخر جزء قدم انتخابه، وبالتالي لماذا وقد أعدت لك مشروع دستور هو يعتبر قاعدة دستورية،
لماذا لا تحل المسألة مباشرة بالتوجه الاستفتاء على هذا الأمر؟ يعني كثير من الليبيين يتحدثون، لماذا محاولة خلق قاعدة سورية أخرى؟ هل نتوجه إلى الدستور أو دعنا نفهم هذه النقطة لأن أيضا تطرح تعقيدات. الأمم المتحدة ترعى مسارا سياسيا يدعو إلى انتخابات في أواخر ديسمبر، يعني 24 ديسمبر 2021. اللجنة الدستورية عقدت اجتماعا برعاية الأمم المتحدة ودعت إلى الاستفتاء قبل الانتخابات. يعني الأمم المتحدة في مسار تقفز على الاستفتاء وفي مسار آخر تؤكد الاستفتاء. سعد شرادة منذ قليل عضو مجلس الدولة أعتقد يتحدث عنه عدم إمكانية توجه إلى أو عدم إمكانية جعل هذا المشروع الدستور قاعدة دستورية ينطلق منها لصعوبتها، وبالتالي يجب علينا خلق قاعدة دستورية جديدة. ما هي القاعدة الدستورية التي تتحدث عنها يا سيد سعد؟ من الذي سيخلقها؟ هنا السؤال. أنت إذن عندما تذهب إلى خلق قاعدة دستورية غير جديدة، أنت الآن ستخلق خلافات مجددا، لأن شوف الأمازيغ ستحدثون، كذلك يتحدث المنطقة الشرقية في مجلس الدولة الأعلى، مجلس لم يذهب إلى اجتماعات اللجنة الاستثارية ورفض الحضور. فأنت يعني الآن ستعيد عمل اللجنة الدستورية، اللجنة الدستورية ستعيد عمل الهيئة العامة أو اللجنة الجمعية لصياغة الدستور، لجنة صياغة الدستور مجددا. هنا خلبطة، لمصلحة من هذه الخلبطة؟ هنا السؤال، لمصلحة من هذا التفتيت؟ يعني هنا السؤال، الأمم المتحدة هل تعي بالفعل ما تفعله الأمم المتحدة؟ هي موجودة في كل هذه المسارات وهي ترعاها، يعني وهي تراقب بعضها البعض. يعني أنت ألا تلاحظ أن هناك في مناقضات بين هذه المسارات الثلاثة واضح تضرب بعضها البعض؟ بالضبط. أنا مثلا عندما نتحدث عن اجتماعات وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب تبرق، ويعني هذه رابع جولة للمفاوضات والمخرجات تشكيل لجنة أو فرق عمل، حتى في الاجتماع الأخير يوم السبت تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا. يعني ثم ممكن بعد ذلك سنأتي إلى فرق أو لجان عمل أخرى. المناصب السيادية يعني في آخر الأمر، هل المشكلة الآن عدم وجود مقاربة واضحة، عدم وجود صيغة واضحة للحل، أم هناك محاولة لتمطيط هذه المسارات ممكن في انتظار معجزة؟ يعني من الذي سيأتي بالمعجزة؟ هل تعتقد ما هي المعجزة؟ هل سيثور الشعب الليبي على الكل وبالتالي تخرج المعجزة؟ هذا لن يحدث حقيقة. ولذلك أنا أتحدث أن الإشكال كله موجود في هذه اللجان، هذه المسارات الثلاثة التي اختارتها الأمم المتحدة. من الذي اختار هذه المسارات الثلاثة؟ هي الأمم المتحدة. من الذي اختار الشخوص ذاتهم 75 في تونس؟ من اختارتهم؟ اختارتهم الأمم المتحدة. ما حدث في بوزنيقة منذ أيام ومسألة الذهاب إلى المحاصصة، يعني بكل أمانة أحبط جميع الليبيين. يعني أنت ولكن ليس في بوزنيقة فقط، المحاصصة موجودة في كل المسارات، وهذه الإشكال. لماذا تصر الأمم المتحدة وبقرار أممي؟ يعني ستيفاني ويليامز تحدث عن التمثيل الجغرافي والثقافي. هنا السؤال، طيب هل تعي ستيفاني ويليامز أن مسألة المحاصصة هي مسألة فنية يرجع لها عندما يعني الكفاءات تتكافأ وتتساوى فيرجع إلى الترجيح عن طريق المحاصصة؟ هكذا نفهمها وهكذا قرأناها وهكذا يرجع لها. ماذا فعلت المحاصصة في لبنان منذ 25 عام و30 عام الآن؟ هل تطورت لبنان مثلا؟ المحاصصة ليست إلا تقسيم مناصب سيادية على 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 الوطن، وهو شغل يجرنا أمام تقسيم البلاد مجددا إلى ثلاث أقاليم. مسألة ثلاث أقاليم في ليبيا قلناها هي مسألة تاريخية فقط، أو مسألة وليس لها مسألة، ليست مسألة جيوسياسية، المسألة ليست سياسية أبدا وليست مسألة اجتماعية، هي مسألة فقط تاريخية استغلها الراحل السنوسي فقط لتوحيد البلاد ثم عكف عنها وانتهت. ولكن الآن بين الحين والآخر هناك أطراف تريد أن تحييها. طيب مهم جدا الإشارة لهذه المسألة لأن يحيينا إلى بعض التطورات مسكوت عنها إلى حد ما على الأقل في عند تفكيك المشهد السياسي. التعيينات الأخيرة اللي قام بها السراج خسر المستوى الأمني، تعيين بعض القادة الفصائل المسلحة والمجموعات المسلحة في مناصب أمنية عليا، هناك من رأى بأن الرجل لا يريد أن يغادر الساحة السياسية، لا يريد أن يغادر الموقع، موقع النفوذ، وبالتالي يريد أن يحصن نفسه الآن بجملة ولاءات مع هذه المجموعات المسلحة. هو سراج عنده مسار معين حتى الآن يسير عنه، وقد أرسل الماضي إلى مجلس الأمم المتحدة يدعوهم إلى إعانة الليبيين في مسألة الانتخابات في بعد سنة كاملة.
حتى الآن، وبالتالي هو يبدو أنه رافض بشكل كبير مسألة الحكومة التنفيذية الجديدة. هذه مسارات معلنة، لكن هناك مسارات غير معلنة، ومسار السراج مثلا. بالضبط، هذا أنا أتحدث عن مسار السراج. السراج عنده الخط الآن، واضح أنه يرفض مسألة حوار تونس ومسألة 75، ويبدو أنه لن يسلم. هكذا الدلائل على ذلك مسألة التسليح الأخير، يعني عندما ينشئ يشرعن الفصائل وينسبها مباشرة، وأسس جهازا يعني جهازا بالضبط أمنية. وينسبها مباشرة إليه، يصلها مباشرة إليه. المنطقة الغربية على شفا حفرة وعلى شفا لهيب نار كبير حقيقة، لأن هناك الواضح أن هناك نزاع حيكون كبير بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع التابعة لحكومة السراج. نحن نخشى حقيقة، هناك اجتماعات بين قارة الثوار وبين وزارة الدفاع، هناك لا امتداد أو تمدد كبير بالضبط، هناك تمدد كبير لوزارة الداخلية وفرض قوتها بشكل كبير، لكن أيضا هناك كتائب الآن حاليا بدأت تتبع السراج مباشرة. لا نقول الرئاسة، خاصة السراج. عندما لماذا؟ ما الداعي لذلك الأمر الآن في المنطقة الغربية؟ هو ممكن أن يطرح سؤال حول أدوار بشاغة، يعني مؤخرا أطلق عملية صيد الأفاعي. بشاغة الذي أيضا هو له مسار غير معلن ويشبك مع الجميع في المنطقة، بشاغة من مصر إلى بيريز إلى تركيا. بالضبط، هو هذه رؤية أخرى جديدة للسيد فتحي بشاغة. يبدو أنه يبحث عن ترشيح نفسه، خاصة بعد المعلومات التي خرجت من حزب العدل والبناء يضعه رئيسا للحكومة في مقابل أن يكون عقيلة صالح رئيسا للمجلس الرئاسي، والإشكالية التي حدثته والانتقاد توجه للعدالة والبناء. سيد واضح أن سيد بشاغة يربط حباله مع الكثير من الجهات. مسألة صيد الأفاعي التي ذكرتها هي لم تكن بمعرفة وزارة الدفاع، وتحدث النمروش بصراحة وقال نحن وزير الدفاع نحن لم نعلم بهذا. يعني كيف تطلق عملية أمنية ضبطية وأنت في بلد كله سلاح من دون أن ترجع لوزارة الدفاع؟ يبدو أن هناك حساسية واضحة بين هذه الجهات. طيب في أقل من دقيقة حتى نحوصل كل هذه الفوضى، يعني في تقديرك هل تستطيع الأمم المتحدة أن تدير، أو كما سماها الرئيس الراحل اليمني الرقص على رؤوس الأفاعي، هل تستطيع ستيفاني ويليامز أن ترقص على رؤوس الأفاعي ولا تصطدم؟ إذا أرادت الأمم المتحدة أن تقطع هذه الرؤوس تستطيع حقيقة. هذه الرؤوس لابد أن تقطع، لابد أن تخرج بكل أمانة، لكن بما أن الأمم المتحدة هي التي تغول فيها وهي التي تمدد فيها، فالسؤال كيف ستستطيع؟ هل الأمم المتحدة ترغب حقيقة في إنهاء الأزمة في ليبيا؟ هل المبعوث الجديد؟ بعض المختصين يقولون بأن إذا لم يستقر الوضع ولم تحدد المناصب السيادية ولجنة تنفيذية إلى شهر 4 أبريل، يعني صعب جدا الذهاب إلى انتخابات. من الصعب جدا، الكل اليوم يتحدث بكل أو الجل يتحدث اليوم ويعلنها أمام أعضاء مجلس النواب، أعضاء مجلس الدولة، وكذلك الرئاسة يتحدثون، أعضاء منهم يتحدثون عن الانتخابات القادمة في 24 ديسمبر لن تحدث. أشكرك أستاذ مصطفى الكبير الإعلامي الليبي، كنت ضيفنا اليوم في محطات مغاربية. الشكر للزملاء في الإعداد والتنفيذ، لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، حتى نلتقيكم في أمان الله.